السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الزوار الكرام في حلقة جديدة ودائما على قناتكم شروحات للمعلومات. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بشرح طريقة لكي تقوم بفتح واتساب على جهاز أو هاتف آيفون. طريقة سهلة جدا. أول شيء خلوني أذكر قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. أول شيء إخواني الكرام سوف نقوم بالتوجه إلى الأب ستور، المتجر الخاص ب كما قلنا الخاص بالأجهزة الآيفون أو أجهزة الأبل بصفة عامة. تقوم بتحميل التطبيق الخاص بالواتساب. فأعتذر لكم، لدي مشكل في النت، النت لدي ضعيف جدا، ولكنني قمت بتثبيت تطبيق الواتساب على جهازي. كما تلاحظون هذا هو التطبيق الخاص بالواتساب. الآن كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر على هذا الخيار الذي هو يجري كونتينيو. تقوم بالنقر عليه على هذا الشكل. هنا سوف يطلب منك أن تقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بجهازي. سوف أقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بي زائد هنا بالنسبة للخانة الأولى المكتوب عليها كونتري كود. هنا سوف تقوم بإدخال الكود الخاص ببلدك، مثلا هنا زائد 112 بالنسبة لك في المغرب. ثم نقوم هنا بعملية إدخال الرقم الهاتف في الخانة الثانية التي على اليسار. نقوم بالنقر على 675 على هذا الشكل، ثم 02 ثم 39 ثم 32 على هذا الشكل إخواني الكرام. ثم ننقل هنا على دون، ثم ننتظر بضع ثواني. جيد، كما تلاحظون معي هنا يقول لك هنا هل تريد أن تقوم بإرسال لك الكود إلى الرقم. نقوم باختيار يس. جيد، ثم ننتظر قليلا حتى يقوم بعملية إرسال الكود. جيد، الآن تم إرسال الكود إلى الهاتف الخاص بنا. الكود هو 9993 كما قلنا، ثم 650 على هذا الشكل. بعد ذلك سوف يتم فتح الواتساب الخاص بنا. كما تلاحظ معي هنا سوف نقوم هنا بكتابة الاسم الخاص بنا، مثلا محمد على هذا الشكل، ثم نقول هنا على دون. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بفتح كما تلاحظون معي هنا بالنسبة للواتساب. هذا هو الواتساب كما قمنا بفتح الواتساب الخاص بنا. كما تلاحظون معي هنا ليس به أي كما قلت ليس به أصدقاء أو شيء من هذا القبيل، لذلك تظهر معنا هذه كما قلت. أنت هنا سوف نختار إذا كنت تريد أن تقوم بجلب الأصدقاء من خلال الفيسبوك الخاص بك أو من خلال هنا مجموعة من الطرق التي كما قلت لك سوف تختارها. كما تلاحظون معي هنا الأرقام، يمكنك أن تقوم بعد ذلك أن تقوم بإرسال لهم رسالة، بعد ذلك يمكنك أن تختار أي شيء تريد. وبهذه الطريقة إخواني الكرام نكون قد قمنا بفتح كما قلت واتساب على جهاز الآيفون بطريقة سهلة جدا. أتمنى إخواني الكرام أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.